أطيب برجر لحمة جوسي وطرية وطعمتها ولا أروع، والأهم من هيك إنه كل مكوناتها محضرة بالبيت، من الخبزة للصوص اللي طعمتها خيال للحمة. وصفة طلبتوها مني كتير وهلأ إجا وقتها، خلونا نحضرها سوا. رح نبتدي أول شي ونجهز للصوص. بصحن أو جاط نضيف رح نحط نص كوب من المايونيز، 3 ملاعق كبار من الخردل، عليهم رح نضيف 3 ملاعق كبار من الكاتشب، حبة من مخلل الخيار المفرومة ناعم جدا مع معلقة كبيرة من مي المخلل، ورح نرجع نضيف كمان ربع بصلة مفرومة ناعم جدا جدا، حبة ثوم مهروس. رح نملحهم ونبهرهم بملعقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبنرجع بنخلطهم سوا كتير منيح وبنخليهم بالبراد يرتاحوا حتى يجي موعد تقديم الطبق. تاني شغلة رح نحضرها هي الخس أو الآيسبرغ، رح نحطه بقلب البرجر ونقطعه لشرايح رفيعة جدا، وبنرجع بنبرش عليهم حامضة أو ليمونة بتحافظ على الفريشنس تاعيتهم وبتعطي نكهة انتعاش كتير طيبة. وأهم مكون لنجاح أطيب برجر هي خبزة البرجر، وهول خبزاتنا صاروا جاهزين وعميل معه مثل الذهب، ووصفتهم رح نزلكن إياها بكرة إن شاء الله، حتى ما نطول عليكم بالفيديو اليوم. وبنوصل هلا لتحضير اللحمه. برجر اللحمه عكس الدجاج ما بدها تتبيل ابدا، كل شيء علينا نعمله انه نروح عند اللحام ونطلب منه لحمه مفرومه ونقول له انه بدنا اياها مدهنه للبرجر، ولحم البقر بينفع على هذه الوصفه. بنشكل اللحمه على شكل كرات، وزن الكره تقريبا 150 ل 160 جرام، وبنرجع بناخدها على النار بقلب مقلايه حاطين فيها شوي من السمنه او من الزيت، وبايدنا او باي قطعه حديديه مسطحه بنكبسها حتى يتشكل عنا شكل البرجر. وكتير مهم انه نحن عم نضغط عليها نخلي حجمها يطلع اكبر من حجم الخبزه، لانه رح ترجع تكش وتصغر هي وعم تنشوى. بنشويها من كل ميله لمده 4-5 دقائق، وبنملحها وبنبهرها من الميلتين، وبنتاكد انه تطلع طبقه اللحمه شوي سميكه حتى تطلع جوسي. حتى نعمل لمسه كتير طيبه على البرجر، رح نقص خبز البرجر بالنص ونحط على كل قطعه شقفه زبده، ونرجع نحمصهم شوي حتى ياخذوا لون ذهبي ويصير وجههم شوي مقرمش. وهلا صرنا جاهزين حتى نقدم ونستمتع باطيب برجر. انا عم بعملها دبل كرميل، هيك عندي خبزتين من تحت. رح احط اول شيء قطعه من الجبنه، من بعدين الخس، البصل، الصوص اللي كتير طيبه، ومن بعدين اللحمه، وبرجع بركبهم فوق بعض، واخر شيء بحط على الوجه كميه كبيره من الصوص وبغطيها بالابر بان. وبس هيك بتكون اطيب برجر صارت جاهزه عنا. جربوها هذا الويك اند واستمتعوا فيها انتوا واهلكم واصحابكم، وابعثوا لي الصور، وصحتين وعافيه على قلبكم.